يعني نرجع إلى تقنية الزوارق. حقيقة واحدة من أكثر الدول البحرية نجاحا في استخدام تقنية الزوارق السريعة هي إيران. إيران تستخدم زوارقها السريعة لتحقيق مهمة الإشباع لمنظومات الخصم الدفاعية. أي أن لو افترضنا مثلا أن هنالك حاملة طائرات أمريكية تقترب، وفي إيران اتخذ القرار للتصدي لهذه الحاملة رغم كل شيء، حينئذ بإمكان إيران أن ترسل على الأقل 500 زورق من هذه الزوارق في موجة بعد موجة بعد موجة. وهذا ما يذكرنا بموجات الموجات البشرية التي استخدمتها إيران لإشباع منظومة الدفاع العراقية في الحرب العراقية الإيرانية 1900 القادسية الثانية 1980 1988. عند ذلك من هذه 500 إذا ما نجحت قوات الدفاع الأمريكية بتدمير 450 واحد منها، سيبقى 50 بإمكانه أن يصل إلى الحاملة ويصيبها ويغرقها أو يعطبها. ونحن نعلم أيضا لدينا تجارب أن هنالك سفن أمريكية أصيبت وعطلت، يعني ستارك مثلا أصابها صاروخ عراقي عن طريق الخطأ في حقبة الحرب العراقية الإيرانية وعطبت ستارك وسحبت، ويمكن سحبت من الخدمة حتى، والسفينة الثانية التي أعطبت في ميناء عدن. الآن يعني علينا أن نكون حقيقة حريصين. إذا ما أتت مثل هذه الزوارق فإن هذا ينبغي أن يكون أولا بتأمين عدد من الصواريخ من الزوارق الأمريكية، سواء كانت من منشأ إسرائيلي أو من منشأ أمريكي، قادرا على أن يؤمن إيقاع إشباع منظومات التعرض الإيراني لكي يكون ناجحا. وطبعا هذا يحتاج إلى ترتيبات وإلى تسهيلات وإلى قواعد وإلى إمداد وإلى آخره. الذي أقصده أن فعلا الصواريخ السريعة الزوارق الصواريخ السريعة وزوارق المدفعية السريعة بإمكانها أن تشكل تهديدا وأن تشكل إشباعا لمنظومة العدو البحرية، سواء كانت عائمة أو ساحلية توجد في المكان. لكن بالتأكيد عملية إرسال القطع البحرية مؤخرا إلى الخليج العربي الأمريكي أقصد، وهذه الإضافة النوعية الجديدة تشير إلى عودة شيء من الاهتمام الأمريكي في هذه المنطقة ذات الخطورة الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية الكبيرة في العالم.